ميري كريسماس. انا هو بابا نويل وانا عايش في هاي الجزيرة، جزيرة بابا نويل الرائعة. اطلعوا ما اجمل هاي الجزيرة، خرافية كثير كثير. وانا سانتا كلوز بابا نويل، بحب اني اسعد الاطفال كلياتهم. وانا الان في هذا الصندوق، في داخله هدايا كثير كثير رائعة لكل كائن حي في هذا العالم، ادوات واشياء رائعة على إله، يعني مثل الأطفال، يعني بداخلها سيارات صغار كثير كثير بيلعبوا فيهم، وداخل هذول الهدايا، كل هذول الهدايا. أنا سانتا كلوز بابا نويل، ميري كريسماس، راح أعطيهم هذول الهدايا. اطلعوا ما أجمل كمان هذا الرجل الثلجي، كلياتهم خرافيات كثير كثير. واطلعوا هذا كمان، هذا الصندوق بداخله الهدايا، شوفوا ما أجمل الهدايا. بدي أخذ هذول الرجال الثلجي وهذول الهدايا. وانا الان بدي انتقل من الجزيرة تبعتي للجزر الثانية عشان اسعد الجميع. ميري كريسماس. يلا يلا خليني، بدي اطول البلوكات من الداخل وبدي انتقل. يلا يلا وصل وصل يا بابا نويل، وصل وصل يا بابا نويل. يا سلام يا سلام، هيني قاعد بوصل الان انا، وبدي اروح مثل هيك. مرحبا. مرحبا. انت إيه؟ انت ماما نويل؟ شو ماما نويل؟ انا بابا نويل، انا سانتا كلوز. سانتا منوز، اهلا وسهلا يا بندبوز. يلا ادخل عنا على الجزيره، هدول كلياتهم بستنوك الجواميس. واو طلعوا يا فرحان، جزيره عائله الجواميس. انا جيت راح اعطي هدايا للكل. ياه بده يعطي هدايا لسانتا. اول اشي لازم انا احط هيك لمسات الرائعه إيه؟ واللي هذول الرجلين لا هاي جزره ولا تاكلوها. ايه لا شو قاعد تسوي انتو؟ يا سلام يا ويلي، يعني انا اذا حطيت لكم هذول الهدايا راح تاكلوهم. ايه والله هدايا، شو هدول هدايا ولا اكل؟ لا فيهم اكل، شكله انا شامهم ريحة سمك. لا يا اكل لا تاكلهم، هذول مش اكل. يعني مثل ما انت شايفين هذول يا جواميس، بتحطوا هون وهوني مثل هيك، بتفتحوها بتلاقوا داخلها هدايا. لا تاكلوهم، لا ما تاكلوهم، يا مجانين اكلتوهم كلياتكم. انتوا مجانين على الاخر، جواميس اغبياء. ما صبوا هجم عليك. لا خلص، انا اسف. شوف تعال كل موز يا سانتا برودر موز. يا ويلي انا اسمي سانتا كلوز بابا نويل، خلينا سانتا برونز. كل موز، هذا موز طبيعي. ايش هذا؟ هذا شريمب وهذا سمك. يا بابا اكل الكنباي. والله شو اللي عملته يا بابا نو؟ كنت جائع شوي عشان ايه. شو هذول؟ طيب هي ايش تتهران؟ انا اسف، شو مالهم كلهم هيك صاروا يطلعوا علي؟ الحارس وقف فوقيهم وبقول لك اذا بتقرب عليهم بده يقتلك، طلع كيف هاج. طيب خلص، هي بدي اعطيك انت. بتطلعوا على الجزيرة تبعته، بدي اكل كل شيء. هي خلص بطلت. هي تفضلوا، هي هذولا، هي راح اعودكم هذول، لاني اسف لاني اكلت الكنبه مثل هيك. وهي الهدايا، هذول بتفتحوهم ماشي، لا تاكلوهم. طيب ماشي خلص، احنا رح ناكل هدول الهدايا. ماشي يلا مع السلامة، الى اللقاء. اذا بترجع بدي انطحك اطير راسك. طلع كيف خلصت لنا الاكل. خلص اسف، انا اسف كثير. يعني والله انه مجانين على الاخر هذول الجواميس. شفتوا كيف شو سووا فيي؟ والله كانوا بدهم ينطحوني، يطيروني من الجزيرة هاي لاخر مكان في الكرة الارضية. خليني اسوي مثلك. وبا مر. يا ويلي شو هذا؟ ما بدي شوفني. إيه؟ شو هذا الكائن؟ شو هذا الأحمر؟ أنت ماعز ولا إيش؟ أنا صاحبك الأسد. صاحب الأسد؟ يا كذاب، أنت هو بابا نويل. نعم بس لا تكوني بترجاك، ما تكوني أنت الفهد بتاكل البشر. خلص لا تخاف، انا بس بدي اقليك واسلقك على السريع. بتطلع مثل هيك بس على اكبر شوي. بترجاك يا فهد، انا لساتني صغير على هاي الشغلات.
شو صير اي عمرك 100 سنه بتجوز تطلع كيف دقنك بيضه وبدك تموت كمان شوي؟ خلص خليني اكلك بدل ما تموت. لا لا انا اجيت بدي اعطيك هدايا، يعني شو رايك انت يعني اذا ما عجبتك الهدايا بحط لك هدايا زياده عبين انك ما تقتلني، شو رايك؟ خلص ماشي ماشي، يلا ورجيني ايش هي الهدايا اللي يلا معك. هاي الهديه وهاي بس هدول. بدك كمان لك هسه باكل كل شعره بدقنك بقى. لا لا خلص خلص، خذ هاي هاي وهاي هاي وهاي هاي بكفي. لا بكفيش يا ويلي، ايش كم بدي احط له زي حط هيك. حط كثير زي هيك وزي هيك يا ويلي، شو هذا؟ خلص بكفي بكفي اصلا فاضي هاي الهدايا، انت بابا نويل بخيل. بدخلها العاب كيف فارغه، بدخلها العاب رائعه. شو بدي فيها؟ انا بدي طعام، بدي طعام. شو رايك يا بابا نويل عالسريع هيك يعني اعضك اقتلك وبعديك احطها بالفرن؟ بدك ورجيك الفرن الضخم تبعي او الشوايه تبعتي؟ لا لا ورجيك شوايه كبيره بتوسع. يا ويلي شو بدي اسوي انا؟ شو بدي اسوي؟ هيا يا شواي تعال شوف. يلا يا شواي هادي بحطك مثل هيك هون وبقليك وبشويك وبعد عني بعد عني يا ويلي بدي اكل. لا لا يا كلب شيلني شيلني عالسريع عالسريع. يلا خليني احط عليك كاتشب مثل هيك. بلشت انا بعد عني. انزل انزل يا ويلي. طيب خلص ما راح اكلك ما راح اكلك. انا بسوي لك اللي بدك اياه، بروح بسرق الطعام اللي من عند الجواميس وبجيب لك اياه يا فهد. نعم نعم روح روح جيب لي الطعام، بدي سمك انا بحب السمك. طيب بدك سمك؟ يلا يلا نعم. بدي اتجسس عليهم مثل هيك ومثل هيك. يا جواميس جبت لكم هدايا، جبت لكم هدايا، تفضلوا. يلا يلا بحب جبت لكم هدايا كثير كثير، افتحوهم افتحوهم وشوفوا شو في داخلهم. خليني بدي اشيل هذولا مثل هيك. وين السمك؟ هذا بحب السمك، خلينا يا سراك يا سراك. اهرب اهرب بسرعه بسرعه، اهرب بسرعه بسرعه، خلينا اسوي مثل هيك. يا ويلي كنت بتاوجع يا سراك. سرق البطاطا سرق السمك. يا ويلي خليني بدي اسكر مثل هيك وما راح يشوفوني بالمره بالمره. خلص سرق السمك وهجم عليه، انت هو دمر دمر كل شيء بتشوفوه قدامكم. يا ويلي سرق لنا كل شيء. يا ويلي ما بدهم يشوفوني، خلص خلص هيهم ما شافوني ما بيعرفوا وين مكاني. يلا يا غبي وينك؟ يلا هيني جاي هيني جاي، بس المهم ما يشوفوني. خليني اسوي مثل هيك. يلا هيني جاي هيني هيني راح عند هذا الفهد. خلص بطلنا نروح. هيني جبت لك السمك تفضل. كيف بخافوا من اسمي؟ ومثل هيك شوف برميه المليء بالسمك. خلص انا هاي احلى هدية بالنسبة لإلي، وما بدي الهدايا الغبية هاي تبعتك، راح اشيلها بسرعة البرق هسا. واو طيب هدايا غبية هاي خدها معاك. يا فهد انا ما بقدر اني ارجع على الجزيرة تبعتي، ممكن انك تعطيني بلوكات باللون الاحمر؟ بلوكات يا ويلي، يعني انت جاي تهديني وبدك يعني اهديك انا؟ لاني ما بقدر اني ارجع على الجزيرة تبعتي مثل ما انت طيب شايف. طيب ماشي ماشي خود خود. واو شكرا لك كثير يا فهد، اتعرفت عليك وكنت انت رائع. بدي بعد عنه تطلعوا صورتك كيف مرعبة. طلعوا يا ويلي مرعبة والله. لسه انا ما شبعت من هالسمكات يا ويلي. شو ما شبع من هالسمكات؟ تعال يا بابا رايح تعال شوف هذا الغاز. لا لا ما بحبه ما بحبه، بدي ياكلني انا عارفه هذا. تعال مجنون. شوف لونك قاعد بطبل ما شفتني. ما بدي لا اشوفك ولا بطيخ هذا. طلع بدي اقول لك اغنية كنت. ما بدي ما بدي. مع السلامة مع السلامة. بدي يا ويلي هذا. انت يا بابا نويل شرير، كنت بدي اورجيك اغنية الكريسماس. ما بدي. طيب فرجيني من الاعلى، انا ما بدي انزل. يا ويلي طيب ماشي، انا هو الفهد ومالك الكريسماس. واو بابا نويل واشويه. والله رائع جدا جدا. هيا جيت لعندي كمل وانا راح اشويك متل كمل. يا ويلي يا ويلي طلعوني طلعوني يا ويلي. وقعت على المية بدي اهرب بدي اهرب. يا ويلي تعال لون راح الحقك راح الحقك. خلص منك. شو هذا شو هذا قاعد بلحق فيي؟ اهرب يا بابا نويل غير الحقوه. يا ويلي شو اللي قاعد بصير شو اللي قاعد بصير؟ تعال لهون يا غبي تعال لهون. يا ويلي بدي احط الهدايا على الارض وبدي اطلع ركت بالمي. بدي اطلع الترا بدي اطلع الترا. افتح لي يا بابا نويل الغبي راح افتح لي هاي. بدي اجرب اني اطلع الالترا من هذا المكان الاجنحه عشان اطير. بدي اروح على الجزيره الاخيره. ما في هوني وما في هوني، خليني بدي اشوف هوني. ما في هوني. يا ويلي شو اللي قاعد بصير شو اللي قاعد؟ اوه هاي وحده هاي وحده. يا ويلي بس كيف بدي اطير للاعلى؟ بدي ادور على فاير وورك على فتيش على العاب ناريه. طلعت من المياه يا غبي.
تعال لهون يا ويلي تعال لهون أيوه. ايه شو هذا انت بتطير يا كلب؟ كل هذا من الهدايا تبعتي يلا الان انا صرت اعرف كيف بدي اتنقل، وانا الان بدي اروح على اخر جزيره. يلا يلا انا رحت هيها اي جزيره من الاعلى، وهي جزيره الجواميس، وهي جزيره الفهد، وهي هي اخر جزيره. خلينا نتفاهم شوية. شو بدك يا بابا نويل؟ ليش جاي عند التنين؟ لا تنفث علي النيران، بترجاك بدك تنفث علي تقتلني؟ نعم، لأنه أنت ما حدا قال لك تطير لعندي. شو قاعد بتسوي في هذا المكان؟ بالغلط يا ويل، بدي انفث علي هاي النيران الموجودة قدامي. بدك أعبيك في النار؟ بدك أعبيك في النار؟ ليش أنت جاي لهون؟ ليش؟ أنا آسف مش راح أرجع أعيدها بالمرة. متأكد؟ نعم متأكد أنا بالغلط. يا ويلي بالغلط، يعني انا ايش بدي اسوي فيك؟ شو بدي اسوي فيك؟ يعني ها شوف ما اجمل واو شوف انا شو بابا نويل. لحظة. نعم مش انت بابا نويل؟ نعم انا بابا نويل، بس لا تنفث علي النيران. يا ويلي يا بابا نويل، انا بدي اشكي لك همي. ايش هو الهم تبعك؟ ايش مالك يا تنين الناري؟ أنا قاعد في هاي الجزيرة من زمان وما عندي ولا إشي ولا صديق ولا حدا بزورني. أنا التنين صار اللي عايش تقريبا 500,000 سنة في هذا المكان بدون ما حدا يزورني، ما عندي ولا صديق. حتى دول التنانين الصغار لسه ما كبروا حتى ألعب معاهم. طيب إيش بدك بسوي لك اللي بتطلب مني؟ أنا إيش ما بدك بتطلب مني رح أسوي لك إياه يا تنين. يا بابا نويل بدي هدية. شو بدك؟ عند فكرة رائعة، انت بتقدر تنفث النيران ولا لا؟ بصراحة انا يعني ما بقدر بطلت قادر، لانه انا في هذا المكان بعيد جدا عن الناس، وبعيد جدا طيب عن الان تبعي وعن مكان التنانين، فما بقدر. تفضل هاي الهدية بداخلها اشي راح تحبه كثير يا تنين الناري. انت متأكد يعني افتحها ما فيها اي مفاجآت او اشي؟ نعم فيها مفاجأة رح تخليك كثير مبسوط. يا سلام والله انك رائع. يلا رح افتحها هسه بعد. 1 2 جاهز؟ اكيد انا جاهز. يلا افتحها بسرعة. يلا شايف شو لقيت؟ يلا جرب. يا ويلي مش راضة تنفتح ما معي انا ايدين. يا ويلي يلا انا بفتح لك اياها مثل هيك وبوم، هيني فتحت لك الهدية. ياي شو هذا السلاح؟ هذا سلاح النار، بدل ما تنفث على الناس بتستخدم هذا مش علي يا غبي، مش علي. رائع. يا بابا نويل بصراحة أطيب هدية شفتها بحياتي، وأروع هدية بالعالم. لا 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 يا سلام يا بابا نويل، قاعد تنفخ علي النيران. لا 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 ل